ازيك يا صاحبي، وحشتوني. صلوا على النبي النهارده يا جدعان. هنعمل، بصوا احنا في لسه في رحله التطوير. استنى بس كده، نفتح لنا شويه الحاجات دي واحنا بنتكلم، واخدين بالكم انتوا. فاحنا دلوقتي يا جدعان في رحله الوصول الى الهارد كور، مش الوصول بقى، تختيم الهارد كور. تمام صح يا جدعان، ما تنسوش تبعتوا لي جيفتات عشان الفيديو اللي بعد الجاي او اللي جاي ان شاء الله هنفتح، هنعمل تفتيح باكجات. باكجات يعني نعمل تفتيح جيفتات بتاعت الاصدقاء. تمام، ونلبسها على اليوزر ده. اليوزر اهو راح فين؟ اهو ده اليوزر، كورسان وكورسان 3 ان قشطه، اهو كورسان 3 ان عشان تبعتوا لي هدايا. ونشوف بقى ايه الايه ده، ازاي اعرضوا حاجه زي كده. بس على بس ماشي يا جدعان، ابعتوا لي هدايا عشان ايه. تعالوا نشوف كده احنا معانا كام هديه دلوقتي، بس مش هفتحهم، معانا 29. حلو، ان شاء الله ممكن الفيديو الجاي ولا حاجه لما نقفلهم 50 60 70 80 90 100 كده، نبقى نفتح بقى ايه، نبقى نفتح جيفتات ونشوف مين احسن جيفت جالنا وجالنا من مين. قشطه، فاحنا هنعمل دلوقتي، ثواني بس، اصل انا لازم يجي لي الهيوج دومينوز، يعني هيجي لي الهيوج دومينوز. وريني كده، اصل هم حاطين قوي بلوكات كتير قوي النهارده، فقلت اما ايه اخد لي بصه كده عليهم. ماشي ماشي اكيد طبعا. طب هاتوا ميسيكال. طيب مفيش ميسيكال حتى تتجاب. طب اي حاجه، هات لي اي حاجه. طيب اهو انا الريمبو، هات الريمبو اللي هناك ده. قادر نقول ان انا مشكله بقى ان انا بفتح المره واحده كده كلهم مع بعض، فما اعرفش اصلا بيجي لي ايه. انا معايا من ده كتير قوي يا جدعان. انا حظي كان حلو قوي، جبت اللي هو الدومينوز الميسيكال اللي هو الاصفر ده، كتير قوي كتير قوي والله. لو فتحت لكم دلوقتي هتلاقوا معايا كتير. طب انا دلوقتي المفروض داخل الهارد كور، داخل اختم. بفتح بلوكات ليه؟ بفتح بلوكات طبعا، وحش قوي. طب بس انا اصل بص بلوكات قد ايه؟ بص بلوكات قد ايه يا جدعان؟ ما بت طب استنى بس هفتحها بسرعه بسرعه بس بسرعه كده بسرعه. الله، نخش في الموضوع على طول. انا في حاجه كمان عايز اقولها لكم يا جدعان. احنا دلوقتي ان احنا هنخش نجيب الزلاجه الجامده جدا اللي في الايبك، اللي في الايبك ايه، اللي في الهارد كور اللي عند الصندوق. تمام، ناس كتير قوي يا جدعان قالت لي على الزلاجه دي في فيديو الهارد كور اللاب اللي هو الفيديو اللي فات، او فيديو الهارد كور اللي فات. تمام، فانا قلت بس في زلاجه اسطوريه لازم اروح اجيبها، فاحنا هنروح نجيبها دلوقتي. بس بعد ما افتح لي الكام بلوكايه دول اللي مش قادرين يجيبوا لي حاجه دول. طب انا جالي واحده مسك بس، وانا فتحت كتير بلوك يا جدعان. ايه رايكم نعمل فيديو تفتيح بلوكات؟ والله العظيم ايه رايكم؟ بفكر اعمل فيديو تفتيح بلوكات كده، تحدي افتح كام، افتح لي مثلا بتاع 20,000 بلوكايه ولا حاجه. ايه رايكم في الحوار ده؟ ولا هات الريمبو دي، هات الريمبو هناك اهو. يا رب اربح. ايوه بقى الميسيكال بقى، حلو جالنا ميسيكال بس اخضر. هات لي الريمبو ده، هات لي السنديه اللي دي. والبلوكات كتير قوي النهارده ليه كده؟ كتير قوي والله، مغريه. طب يا جدعان انا ممكن اوقف الفيديو مثلا واروح افتح لي كام بلوكايه واجي، ولا ايه؟ ايه رايكم؟ لا مش عارف، اصل البلوكات دي بتستهفاني يا دي النيله. هي اللعبه بقت بتهنك كمان كتر البلوكات. اكيد ده في رندر. انا ما هو ايه، ما هي مش روبلوكس اللي هترندر، يعني مش لعبه روبلوكس اللي هترندر. هنخلي الجهاز طبعا يا جدعان. لا لا خلاص، كفايه. يلا يا عم تعالى بس كده شوب. بص يا جدعان، اول حاجه هنعملها بص 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 ب 500 بت. جمعت 500 بت يا جدعان، واقدر استخدم بتاع ايه ده، في ايه؟ وانا كل وانا جبت الحاجات دي كلها، وانا اخدت ده كله، ده انا فتحت بغباء بقى. ماشي يلا يا جدعان، هنعمل دلوقتي ريديم وهناخد بت زي نقدر نستخدمه اهو. الله، كونجراتيليشنز يور نت ذا بلس 1 بت اكويبت. الله، ايه ده؟ الماجستير 650. طريق السلامه بقى. تعالى ايه ده؟ بيت كوليكشن ايه؟ تعالى يلا يا جدعان نستخدم، هنستخدم ايه؟ قلت هيجي لي ميسك ولا هيوج. ماشي بصوا يا جدعان، احنا دلوقتي نقدر نستخدم بتين زياده، فاحنا هنستخدم بقى ايه دول ودول. بصوا يا جدعان، بصوا انتوا قلتوا لي ايه، اضغط، بتقعدوا تقولوا لي اضغط الاكويب دي، هي اكويب الاقوى 20 بت، يعني اقوى بتات. هو عمل اكويب البتات اهو، بس ما عملش بت الاكسكلوسيف. تمام، مع ان الاكسكلوسيف تقريبا ما اعرفش ده اقوى ولا الاكسكلوسيف اقوى، فهو كده خلاص. يا نهار ابيض، ايه يا عم انت. طب يا جدعان يلا فتحنا البتاع البت الجديد. يلا بقى ايه، نروح على الايه، التيك وورلد ستيم صح، هو ده الشيست. يلا يا جدعان جاهزين. انا بصوا انا متحمس قوي يا جدعان اجيب الزلاجه. ايه ده، فين الزلاجه؟ الو،
ولو مش هزوم على الصندوق ده، لا ما انا لو اتضحك عليا ما تهزروش، ما انا مش هتضحك عليا. وفي صندوق تاني طيب؟ تقريبا كان المفروض يبقى في صندوق تاني. اه هنا اهو في صندوق. يا رب يا رب اوعى تكون ضحكتوا عليا يا جدعان. شايفكم اللي بتضحكوا دلوقتي وتقول لي ضحكنا عليك. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، انا هقوم داخل هنا وبص مين كده. هي دي؟ اوه اوه ده بيت مقفول. ايوه ايه دي وانت انتر. ايوه طبعا عايز اخش. افتح لي يا باشا وريني ايه اللي جوه. بسم الله بسم الله. لا واقفه مستنياني. الله بص 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 هاي الله هاي تكبر هاي. هوفر بورد هاف بين انلوكد. الله طلعني تاني. يلا طلعني تاني. ايه ده؟ هو ده قبو، هو ده قبو محطوط فيه بتاع. ماشي ما علينا، تعالى رجعنا. يلا نرجع تاني، نرجع تاني، نرجع تاني. يلا يلا متحمس اوي، عايز اجرب الزلاج الجديدة دي. يا دي اللعيبة، يا رب تكون قوية، بس يا رب تكون قوية. وانا وداني هنا ليه؟ ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. هات لي بقى ايه؟ لا بقى عايزين واحدة تانية بقى اهي. تلات ولعات. اوبا ما دام تلات ولعات تبقى جامدة. يلا يا جدعان انا خايف، بصوا خايف استخدمها. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. واحد اتنين تلاتة. لا 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 يا بلاد اللعيبة جامدة أوي يا جدعان، جامدة أوي. بص 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 بتنط بتطير بتطير يا ولاد الإيه. بص خلصتها في ثانية، خلصت المبنى في ثانية يا ولاد اللعيبة. جامدة جدا جامدة جدا. زلاجة أسطر. طب يا جدعان إيه ده؟ وفي حد هنا بيختفي؟ ده يا جدعان الناس اللي ما تعرفش، الناس اللي لسه بادئة اللعبة جديد زيي، المبنى بتاع الجديدة دي أهي زي ما أنتوا عارفين في الهارد كور. تخش الهارد كور تمام؟ لازم عشان تخش الهارد كور الاول لازم تكون مجمع 25% هنا. انا ما شاء الله مجمع 51. مقفل. بص يا جدعان مقفل. انا بص بقيت على اللعبه. لازم تقفل دي خليها 25%. بعد ما تخليها 25% تخش الهارد كور، وبعد الهارد كور تخش على التيك وورلد. التيك وورلد، وتخش بعد كده على الستيم بانك شيست ده تمام. وتخش بقى تجيب الله. بص بص الزلاجه فخامه فخامه. بص بص البنتات مش عارفه تحصلني. ماشي يا جدعان حلو. تعالوا بقى نكمل عشان في حاجه دلوقتي. اه صحيح احنا اخر مره كنا واقفين عندها، كنا واقفين هنا تمام، كنا واقفين في المكان ده قشطه، لما لو فاكرين في الفيديو الهارد كله فات. فانا قعدت ايه، فتحت دي تمام المكان ده، وفتحت المكان ده حلو. وبعد كده دخلنا الفويد قشطه، وبعد كده بدأنا في العالم اللي بعده اللي هو ايه، اللي هو استنى هوريه لكم دلوقتي. بصوا عادي بقى احنا ماشيين بسرعه، اللي هو بتاع البحر ده. وانا كل طب ايه ده بقى، انا ما بحبش السلالم اللي بتطلع دي. اهو العالم ده هنخش دلوقتي. العالم ده انا برضو قفلته تمام. اهو زي ما شايفين كده اتقفل اتقفل اتقفل. تعال برضو نفتح لنا شويه بروكات برضو في طريقنا. هيجيها حاجه حلوه. حاسس بمسك، حاسس بمسك، مش حاسس بيه قوي يعني. ماشي فتحنا يا جدعان اهو اول واحد وتاني واحد وتالت واحد الاوشن، اللي هو الاوشن ده. هوريكم دلوقتي ايه الباقيين اللي انا فتحتهم. حاسس بمشك مشك مسك مشك مشك طبعا. هات لي بقى دي كده. هات لي طب ايه ده، في صناديق كتير قوي هنا حلوه ايه. اصلا يا جدعان والله العظيم كل ما اشوف صناديق بصوا، اول ما اشوف الصناديق دي البلوكات دي بشوف كده هيوج قدامي، بشوف بص بحس ان انا خلاص بقى جبت الهيوج، مع اني جبتوش ولا حاجه بس يعني احساس. اهو هيجي لنا مسك. طب انا عايز امسك الاخضر. طيب عارفين يا جدعان المسك الاخضر ببيع بفلوس جامده، والتاني برضو ببيع بفلوس حلوه. هقول لكم دلوقتي، هقول لكم في اخر الحلقه. المهم يا جدعان، المهم ان احنا جمعنا وصلنا لغايه المرحله دي قشطه، اللي هي الحته دي. وبعد كده ما جاليش ولا مسك هنا ما شاء الله. بص وصلنا للايه، قفلنا الاوشن ده، قفلناه خلاص قشطه. مش واحدة بس ايه، واحدة بلوكية كده سريع. تخيلوا يا جدعان يجيلي المسك، قصدي يجيلي الهيوج في الفيديو. يا لهو على الجمال، يا لهو على الجمال. هو انا ده ما بيجيليش حاجة اصلا. الو لعبة، هو ايه ده؟ انا فتحت ده كله ما جاليش حاجة اصلا في الاخر، انتوا بتهزروا؟ هات يا عم الصناديق الصفر دي حلو، مع ان الصناديق الصغيرة دي يا جدعان كانت بتجيب لي احلى لوت والله. تمام كده خلاص، هنرجع تاني للفويد قشطة، ونخش على البيكسل بقى. البيكسل ده اللي انا ايه بقى، اللي انا ايه استنى هقول لكم تعالوا نروح البيكسل هناك اهو مش بعيد.
ما خلاص بقى. هو انا لوت، بص ايه الركض يا عم، بلوت بسرعه، بلوت بسرعه. عيب بقى بقول لكم، انا كنت في بابجي، كنت في التلويت ما عنديش مرحمين. اهو دخلنا البيكسل، ادي البيكسل يا عم. جينا عند البيكسل فتحنا اول واحد زي ما انتم شايفين كده اهو، وبعد كده فتحنا ثاني واحد ماشي زي ما انتم شايفين كده اهو، وبعد كده فتحنا ثالث واحد اهو زي ما انتم شايفين كده اهو ده، وبعد كده جينا عند ده عايز لي بليون. اجي ابص هنا يا باشا، بصوا معايا 24 مليون، اجمع له بليون ازاي؟ انا مش عارف، مش عارف انا اجمع له، اجمع له ازاي؟ هات لي بس شو السديد دي بالمره. هات لي بليون يا جدعان، صعب قوي يا جدعان. انا ايه ده، ليجندري جالي، ليجندري ليه بقى؟ صعب بقى قوي يا جدع. إيه كل صديق مغري قوي والله، صديق دي مغري قوي. ما يلا بقى تاخد وقت لكن ماشي يا جدعان. فاحنا ايه، فاضل لنا خلاص حاجات بسيطه ونقفل الهارد كور. هي بس المشكلة دي في كلها في البتاع دي عايزة بليون، وأنا التجميع عندي صعب أوي. بصوا 24 مليون ده أنا عايز لي ضعفهم 90 مرة ماشي. هيبقى لي دي بس، دي بس، وبعد كده نخش على الكات وورلد. أربع مبات يعني. بصوا فاضل لنا 5 مبات ونقفل الهارد كور خلاص تمام. فحلو أوي الحوار ده بصراحة، حلو أوي. هو أنا هو البتاع ده عمال يلف مبيقفش ليه؟ بيضة ريمبو، بيضة ريمبو مفيش برضه، برضه مش هيجيبوا حاجة عدلة يعني. ماشي يا عم، تعالوا بقى يا جدعان. أنا عايز أروح فين؟ عايز أروح ال اسمه إيه ده؟ عايز أروح ال التريدنج، نشوف إيه، نشوف الدنيا ماشية إزاي والناس بتبيع وتشتري والكلام ده، عشان لو ممكن نبيع لنا حاجة برضه. حد بعت لسه 29؟ أوكي خلينا التريد. تعالوا بقى نشوف، نبدأ كده بسم الله الرحمن الرحيم. إيه ده البت بتاعه؟ ده البت بتاعي صح؟ هيوج هيل روك بيتباع ب 14 مليون، معايا 13 وسواقية. اشتري يا جدعان، اشتري واحد كمان، لا ماليش لازمه ما دام معايا واحد خلاص بقى، اشتري واحد تاني ليه؟ ماشي. حد هنا بيبيع؟ ما حدش بيبيع. ماشي تعالوا هنا كده نشوف كده، نبدا من هنا. ده بيبيع بكام؟ ب 10 مليون و7 مليون. شوف لك بيت 450 مليون ماشي. عرفنا قديه، بنعرف الاسعار عشان بعد كده. اوف بال، الواد ده بيبيع يا جدعان الهيوج. بصوا بكام؟ ب 143 بليون. وده ايه ده، هو بيبيعه هنا ده ليه كده 650 وده ب 7؟ وده عشان اكسكلوسيف يعني بيبيعه ب 7 بليون؟ مش فاهم. الواد ده بيبيع البت اللي انا كنت اهو. بص يا جدعان بيبيعوا 170 مليون يا جدعان اهو. ده اللي انا بعته امبارح بكام؟ انا بعته امبارح بكام؟ بعته ب 50 ولا بكام؟ مش فاكر، بس ما علينا يعني. تعالوا ده بيبيع ايه؟ بيبيع برده كده ماشي، ما الاسعار وحشه. بص بص بيبيعوا ايه ده، ب 500 مليون. ها ده انا هكسر لكم السوق دلوقتي. استنوا بقى كده، استنوا. بصوا يا جدعان، ما انا مش عايز اعملها هنا ولا هنا. ايه ده، ايه ده يا جدعان؟ ايه ابديت؟ ده الابديت اللي احنا فتحناه، البيضه اللي احنا فتحناها المره اللي فاتت ده ب 2 بي كتير قوي. تعالوا بقى يا جدعان، انا دلوقتي بصوا، بصوا شايفين ده يا جدعان بيبيعه بكام؟ استنى انا هعقدك، يلا هعقدك. تعالى يا جدعان هنضرب السوق، هضرب السوق دلوقتي. وسع لي بقى كده. طب ايه رايك بقى انا هبيع دي؟ يلا هبيع دي وبكام؟ ب 600 مليون. ايه ده؟ لا مش كده، هبيع دي وب 600 مليون بس، انا هحش اشتري منه 600 مليون يا بلا. يلا ها حد جاي. يوسف حبيبي، يوسف حبيبي، استنى بس سيبني، سيبني دلوقتي عشان انا ايه، انا باك بضرب السوق دلوقتي. هات لي بقى كده، هات لي الحاجات دي بتتباع بكام؟ تعال واحد في هنا كان بيبيعها 170، 150 ان شاء الله عندنا حد حوش 150 مليون. يلا يا جدعان خلاص يا جدعان، قلبنا جامد. يلا يا جدعان، يلا يا جدعان اللي جاي. ها مين اللي جاي؟ انا انت عارفين يا جدعان البت ده، البت ده اهو انا بعته امبارح ب 420 مليون ماشي. ما ينفعش اغير سعره 120 مليون، احنا ممكن نشيل ده كده واخدين لي بالكم، و420 برضه ايه يعني حلو. احنا ممكن نقفله مثلا ربع، خليه 450، 450 حلو ماشي، سعر مناسب 450 اهو، يا بلاش 450 والباقي 150 ماشي. وشوف بقى يا جدعان ايه هيتباعوا ولا مش هيتباعوا. بص بص الحرامي ده، ده بيبيعه ب 500 مليون، لما يشوف عندي ال 145 تي ب 450 هيشتروا من عندي ويسيبوه عشان ده حرام. ايوه ده حرام. وده بيبيع 170 مليون، ضربت الاسعار. ايه ده؟ لا ده بيبيع العادي، ده العادي يا جدعان، الدومينوز العادي اللي كان ببيع الهارد كور، خدين اللي بالكو ده العادي اهو بيبيع 150، انا ببيع الهارد كور 150 يا بلاش ماشي. ها حد معاه حاجه تانية؟ يلا ما اشوف الحاجات دي هتتباع ولا لا. شوف الزمان شكلها وحش النهارده. الله، واحد اشترى، واحد اشترى، واحد اشترى، واحد اشترى. اشترى مين اهو؟ اشترى ب 450 ولد اهو، ولد يا ابن الايه. مين اللي اشترى؟ واحد اسمه ماجد، واحد اسمه ماجد، واحد اسمه ماجد. وسع كده، هو فين؟ هو ايه ده، هو اشترى وخلع؟ هو راح فين؟ اسمه ماجد. هو ايه ده، مش موجود.
اختفى يا جدعان. لا ايه ده؟ ما علينا، اشترى يا عم معانا 14 مليون يا جدعان. سبحان الله سبحان الله، الولد اشترى اللي ب 450 وساب الباقيين، سبحان الله. مع انه هنا بص شفت، يلا يا حرام، يلا نصاب، يلا نصاب. انا نصاب اه، بس يعني مش كده، انا بنصب بس بذكاء. ده بقى يعني الفرق ما بين النصاب اللي بذكاء اللي هو العبد لله، والنصاب الغبي. ماشي، ده نصاب غبي. ليه بقى؟ عايز يبيع ده لاقيه في الارض، عايز يبيعه ب 500 مليون. ليه؟ وده تحت اهو بيبيعه ب 100 وكام، و70 مليون. ايه ده، راح فين اهو بيبيعه 170 مليون، غبي. لكن لو كان جاي كده سكه وباع كده اهو، بس مفيش. صح يا جدعان، احنا نسينا نحط البت اللي في العالم العادي. البت بقى اللي في العالم العادي احنا بنستخدم دول في ايه تاني؟ ده 540 تي، ده 600. اه هنستخدم ده بقى. استخدم سؤال يا جدعان، سؤال، استخدم ال 600 او راح فين ده؟ استخدم يا جدعان ده 677 تي ده، استخدمه ولا استخدم الاكسكلوسيف ده؟ ايه ده يا جدعان، ايه ده؟ مش ده الهيوج اللي معايا؟ بس ده اسود، وانا بتاعي جولد، انا بتاعي جولد جولد، وده عادي ده 15 بليون. هو انا يا جدعان احسن، بت بتاعي احسن صح؟ جولد. هو انا ايه ده، هو انا ممكن اخلي البت بتاعي اسمه ايه ده، ممكن اخليه البت الجولد ده. ثواني 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 كده، اللي هيوج الجولد ممكن اخليه ريمبو؟ مش ممكن. امال ايه ده، هو بيتجاب على طول لوحده؟ امال الناس دي مخليها عادي ازاي؟ مش فاهم. اوبا، في جيفتين زياده بعته، انا مش هبص عليهم، مش هبص عليهم دلوقتي، الا في الفيديو بتاع افتتاح الجيفتات هشوفهم. مع اني متشوق قوي يا جدعان اشوف الحوار ده. طب يا جدعان الناس، مش مفيش حد عايز يشتري ده، برضه سيرفر تعبان محدش راضي يشتري. فخلاص بقى احنا ايه، نختم الفيديو على كده، احنا خلاص عملنا اللعينه. لا يوه، انا اللي خلاني ما ابعد الكوماك. يا لهوي، هات ده وده 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 وده. ها بقينا كام؟ هات ده كمان، ماشي 8. بقينا بنستخدم 8 بتات يا جدعان، كده زي الفل. حلو، نرجع بقى ايه على السيرفر بتاعنا. اروح انا يا جدعان افتح لي بلوكات، واخدين لي بالكو، عشان انا كده كده انا عايز اجيب الهيوج الدومينوز الجديد ده، يعني لازم اجيبه. فيا جدعان ما تنسوش بقى اهم حاجه تبعتوا لي جيفتات، عشان هنعمل فيديو تفتيح الجيفتات الفيديو الجاي يا اللي بعده، تمام؟ يعني يوم الاربع يا الخميس، قشطه. ما تنسوش تبعتوا لي جيفتات. اليوزر بتاعي اهو، عشان الناس سالت عليه. اليوزر فين؟ كورسان اهو، ده اهو كورسان اهو، اهو كورسان كورسان وكورسان 3 ان، قشطه. ما اعرفش انتوا بتعوزوا انهي واحد، ده ولا كورسان 3 ان، مش عارف. تعالوا كده نجرب. لو انا مثلا ببعت جيفت بيعوز انتر روبلوكس يوزر نيم، طب هو انهي واحد؟ اليوزر نيم انهي واحد؟ كورسان، كورسان 3 ان يا جدعان، كورسان 3 ان، قشطه. اكتبوا كورسان 3 ان هنا. وهو انا ممكن ابعت لنفسي اسمه ده، ايه ده، ممكن ابعت لنفسي كورسان، ممكن ابعت لنفسي مثلا حاجه ايه، تعالوا نجرب في حاجه هايفه، عشان لو ده باظت من نروحش. ايه ده، هي بيشتروا ايه ده؟ وايت مسج لاف يو، بس اللي هو انا بحب نفسي يعني. ماشي، بس يا جماعه نبعت لنفسنا يو كانت سند ميل تو ريسيف. ايه ده بقى، طب ليه بقى بيقول لي سيلي سيلي؟ طب ليه بتشتموا ليه؟ طيب ماشي ماشي، ما ينفعش ابعت لنفسي. المهم يا جدعان، كورسان 3 ان، قشطه. لما تعوزوا ابعتوا لي كورسان 3 ان اهو ده، تمام، عشان نعمل له في فيديو تفتيح الباكيجات بقى، قشطه. نشوف اي اقوى هديه جات لنا يا رب يجيبوا لنا. نفسي بقى يا جدعان والله، بص هفرح قوي لو المره الجايه فتحت لقيت هيوج. يا ده انا فرحت في الهيوج اللي فات ده جامد قوي، تخيلوا بقى يجي لي هيوج تاني. يلا ما علينا، بس يا جدعان بقول لكم ايه، لو حد بعت لي ما حدش يحرق لي الهديه اللي بعتها لي في الكومنتات، عشان انا عايز ايه يعني، ابقى اخد اول مره كده اللي هو ايه، اتفرج واشوف ايه بقى، اول مره اشوف الهديه معاكم، تمام. مش عايز حد يحرق لي بالله عليكم الهديه اللي بعتها لي ايه، قشطه. فبس كده يا جدعان، كده الفيديو خلص. لو الفيديو عايز ان شاء الله سبسكرايب، فعزل الجرس، شوف كل فيديو جاي. بيس.